السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ولا ننسى خوتنا اللي في الغربة. ألف مبروك لانتقال رياض بودبوز إلى نادي سيلتا فيغو الإسباني، النادي العريق والنادي المحترم. يعني انتقال هذا جاء في وقته لأنه اللاعب كان يمر في فترة صعبة، فترة فراغ، فترة اللي ما كانش يلعب أساسي مع ريال بيتيس لأسباب فنية، لخيارات المدرب لأسباب فنية. رياض بودبوز إعارة لنادي سيلتا فيغو مع أحقية الشراء. موضوعنا أخوتي لازم نتكلموا على ابن الجزائر، نجم الجزائر رياض محرز. كما تعرفوا المقابلة الأخيرة اللي لعبتها مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، وكان رياض محرز احتياطي وما لعبش المقابلة. انا سابقا تكلمت على قضيه العنصريه، وتكلمت على غوارديولا واش كان يدير للافارقه. الناس كتبت لي قالوا لي راك تخرف وراك تيري اغوشي ادروات وما كانش منها، وكيفاش عنصريه ويشريه ويجيبو. انا واش قلت؟ انا قلت غوارديولا معروف بالعقليه هذه، يجيب لاعبين اللي عدو بارزين ويكسرها. أعطيتكم العديد من الأمثلة، أعطيتكم مثال بيايا توري اللي كان في البارسا وخرجوا من البارسا، ولما كان رجع للسيتي زاد خرجوا من السيتي. أعطيتكم مثال بصامويل إيتو. هناك أيضا أمثلة أخرى مش غير الأفارقة، منهم ديكو النجم البرتغالي، منهم زلاطان إبراهيموفيتش، والعديد والعديد من اللاعبين. الناس اللي تقول ما كانش منها العنصرية، كاين العنصرية، كاينش منها، كاين العنصرية. نعطيك مثال، رحيم ستيرلينغ المقابلة هذه وعديد من المقابلات، لكن هنا نركزوا على المقابلة الأخيرة باش الناس تفهمني مليح. المقابلة الأخيرة تاع نيوكاسل، العالم كامل شاف باللي رحيم ستيرلينغ لاعب زايد في السطاد، يعني بيه ولا بلا بيه أخير، يعني بالنسبه لي يلعبوا ب 10 خير من يلعبوا ب 11، لاعب زياده ما كان حتى حاجه قدمها. تنقيط نتاعو اقل لاعب هو رحيم ستيرلينغ، جاب 6.2، اقل لاعب. كانش اضعف لاعب في المقابله هو رحيم ستيرلينغ. صاني لي احسن منه، اللي يتحرك يبروفوكي يراوغ كذا، شفتوه يعني كامل. صاني خرج المحرك الفريق دي بروين، خرجوا بصح ستيرلينغ ما خرج. وقلتها سابقا، الناس ضحكت عليا وقالوا لي انت راك تخرف. انا نخرف معليش، فسروا لي المقابلات اللي يلعبها من ستيرلينغ دائما يكون اوت تيتيلر، ما يكونش اوت تيتيلر وما يخرج. انا نجيبها لكم من مقابله ارسنال اللي لعبوها في ارسنال، في استاد تاع ارسنال. لعب محرز 54 دقيقه ولا 55 دقيقه، ما غلط حتى غلطه. خرجوا، دخل شكون؟ دخل ستيرلينغ. انا دخل ستيرلينغ، وبعدها العديد من المقابلات. ستيرلينغ اوت يلعب تيتيلر، يغلط يلعب تيتيلر. ونزيدكم للعلم، سيرلينغ دافيرتيسمون بطاقه صفراء، يعني كان قادر يزيد غلطه اخرى كارت روج. تلعب السيتي ب 10، من المفروض اي مدرب اللاعب نتاعو دا بطاقه صفراء وزاد ارتكب اخطاء خرجوا، خاف يزيد يدي بطاقه حمراء نعشي، نلعب ب 10 ناقص واحد المفروض يخرج. بصح سيرلينغ ما خرجش. السر وينو؟ علاش؟ علاش سيرلينغ بالذات لي ديما تيتولار؟ علاش؟ نعطيكم الديتاي اللي قلتها ونزيد نعاودها لكم، معليش الناس اللي ممكن ما سمعتنيش نزيد نعاود لها. غوارديولا راهو يحابي في الانجليز، اللاعبين الانجليز لي زونغلي، يعني يربح الملاحه مع لي زونغلي. يلعب بالسيرلينغ خاطر راه السيرلينغ انترناسيونال، لاعب دولي انجليزي. لازم تبقى الصوره تاع غوارديولا بالنسبه للجماهير الانجليزيه ولا للصحافه الانجليزيه انه يشجعهم ويدعمهم، وهذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. انت لاعب تشوفه ما كانش عطاء، ما كان والو، كان اوت ودا بطاقه صفراء وقادر يدي لك الحمراء،
ولعبته اساسي. ها نعم لعب اساسي وكمل المقابله. دي بروين اللي كان هو المحرك الفريق خرج. صاني اللي كان احسن من ستيرلينج بمراحل خرجوا. المفروض خرج ستيرلينج يخرج ما يخرج. محرز المنصب تاع ستيرلينج ما يدخلش محرز. كلام واضح كلام واضح. خير قلنا لكم قلتوا لنا انتم راكم تخرفوا وما كاش منها وغوارديولا. المهم خاوتي باش نرجعوا لموضوعنا رياض محرز غوارديولا المقابله القادمه. نعطيكم الاوفيسيال المقابله القادمه الاخيره. لا ما زادش لعب برياض محرز اساسي مش احتياطي اساسي من بدايه المقابله اساسي. انا نقول لكم باللي خلاص رياض محرز ما زيدش يلعب في السيتي. اخر مقابله لرياض محرز لو ما يلعبش اخر مقابله بشرط ان يكون بربي ان شاء الله يكون لاباس ما يكونش يعني مبليسي ولا اللي كان في الصحه نتاعو كامله. مقابله ارسنال لما بداهاش محرز اساسي راهي تكون اخر مقابله لرياض محرز مع السيتي. خلاص رياض خرج من مخططات غوارديولا. كاين اخبار بعض الصحف ديلي ميل وديلي ستار وذا سان الصحف الانجليزيه تقول باللي بدات الامور ترجع المياه ترجع لمجاريها بين رياض محرز وبين رياض محرز. عمره لا دار مشكله مع اي مدرب سواء مع رانيري سواء مع هذا كلود بيول غوارديولا. خط انسان ما تعرف انسان رياض محرز انسان متواضع انسان متخلق انسان ترونكيل ماهوش تاع اللاعبين العصبيين ولا انسان هادئ. محرز في طبعه كالم يعني طبعه كالم هادئ. مقابله ارسنال لو ما يلعبش محرز اساسيه مش احتياطي اساسي من بدايه المقابله يعني فلافيش يدخلوا يكون رياض محرز. لو ما يكونش رياض محرز مقابله ارسنال محرز صاي خلاص خرج من مخططات غوارديولا وخرج من مخططات السيتي. ممكن يبعثوه اعاره ممكن يبيعوه مانيش عارفين احنا القصه بالضبط. لانه مقابله القادمه مقابله ثلاث نقاط. ضيعوا نقطه سيتي ولا الفارق خمس نقاط بين ليفربول. لو يزيد تخسر سيتي باي باي للبطوله ومبروك ليفربول. هذا الشيء واضح. ليفربول سيتي لعبت معها فرصه انه ليستر تعادت مع مانشستر مع ليفربول. بقى بصيص الامل بقى نوع من بصيص الامل رغم انه الفارق تعمق من اللي كان ربعه ولا خمسه. الان لازم على سيتي تربح ولازم غوارديولا يراجع حساباته يراجع حساباته. ونقولها لكم السيتي العام هذا تكسرت. انا بالنسبه لي تكسرت. علاش تكسرت؟ تكسرت بالسوسيال. لاعب كيما محرز ما يلعبش اللي قدم العديد من التمريرات الحاسمه والاهداف والفنيات ما يلعبش. لاعب كيما برناردو سيلفا اللي لاعب عنده وزن كبير في الفريق يلعب احتياطي ويلعب ربع ساعه 10 دقائق. صاني يخرج ودبرون يخرج وسيرلينغ يبقى. سما عاد ايكيب نتاع ديكلون ايكيب فريق نتاع ديكلون يعني عاد مجموعات. محرز مع برناردو سيلفا ومع جيسوس ومع دي بروين ومندي ومش مع دي بروين مع مندي والكلون تاع اللي فيها سيرلينغ وجماعته وعاد سيتي عاد ديكلون يعني جماع عنده مجموعات مجموعات. والصراحه لو تشوفوا ليفربول علاش تفوقوا ليفربول على السيتي؟ تفوقوا عليهم على انهم يعني يعطي كلوب يعطي لكل لاعب حقه وعنده مجموعه وتدوير المجموعه ويبدل لي جوار والجوار اللي مش فيهم ويخرجوا وما يكسرش الفريق. انت ما عطيتو فرصه بين خليه على زتنحي. سيرليك ما بينش عدد مرات وتعطيه الفرص والفرص والفرص. وشي هذا ميساج باش نتفكر باش ما ننساش. هذا ميساج للناس اللي تقول باللي سيرلينغ خير من محرز. سيرلينغ خير من محرز. لعبوا انا نقولها لك يا اسطوره خليوا محرز يلعب نفس المقابلات نفس العدد المقابلات اللي لعبها سيرلينغ ومن بعد حاسبوا محرز. محرز لعبوه مقابله وعشرة بنك ومن بعد تقولوا ما سيرلينغ خير من محرز. ديروا المساواه والعادل كيما تلعبوا
السيرلينغ لعبوا محرز ومن بعد حسبوا محرز ونشوفوا شكون اللي مليح ولا لا. هذه ليك أسطورة برك باش ما ننساش. اذا خاوتي بالمختصر المفيد رياض محرز مقابلة أرسنال هي المقابلة المعيار ومقابلة الأخيرة لرياض محرز. إذا مشى في العقلية أنت غوارديولا وتم إبعاد محرز، أنا أقول لك من الآن محرز خارج حسابات السيتي وخارج حسابات غوارديولا. إذا لعب رياض محرز سوف يكون كلام آخر. نتمنى إن شاء الله توفيق لرياض محرز ونتمنى له المشاركة في ضد مقابلة أرسنال، ولما لا تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف، ولما لا الرجوع في السباق على الدوري الإنجليزي. فلا خير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.